في إيران إذا ذكرت كلمة كوشتي فسيلتفت إليك الجميع ليرشدوك إلى أقرب صالة مصارعة. فكلمة كوشتي باللغة الفارسية تعني المصارعة، وفي كل شارع في إيران ستجد صالة تدريب. فزيادة على دعم الحكومة لهذه الرياضة، قد تأصلت المصارعة بالشعب الفارسي منذ آلاف السنين. منذ وصول الخميني إلى طهران قادماً من باريس واندلاع الثورة الإسلامية، انقطعت بشكل شبه كامل العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران. وفي محاولة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، صرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن المصارعة بإمكانها أن تشكل جسر لإعادة فتح أبواب الاتصال بين البلدين، بنفس الطريقة التي أدت رياضة البينج بونج إلى عودة العلاقات بين أمريكا والصين في عهد نيكسون. ورغم عدم نجاح هذه المبادرة في تقوية العلاقات بين إيران وأمريكا، نجحت بشكل مبهر تحت الطاولة، حيث أصبح الشعب الإيراني مولع بالمصارعة الأمريكية، بالأخص بكايل شنايدر وجوردن بوروز. وأصبح الشعب الأمريكي مهووس بالمصارعين الإيرانيين، بالأخص البطل الأولمبي والبطل العالمي وأسد أسود حلبات المصارعة البهلفان حسن يزداني. قد اشتهر اسم عائلة يزداني في عالم المصارعة قبل وصول حسن إلى المشهد، فمن نفس المدينة التي ولد فيها وينتمي إليها حسن، مدينة جويبار عاصمة المصارعة في إيران، لمع الملقب بفهد مدينة جويبار رضا يزداني. ورغم عدم تحقيقه لذهبية الأولمبيات كحسن، تمكن رضا من جلب ذهبية 96 كيلوغرام مرتين في بطولة العالم، وله ذكريات لا تنسى في أذهان الإيرانيين. Now he works on the front headlock, circling around behind two, and there it is. Iran wins the 2014 Men's Freestyle World Cup right there. ومن هذه المدينة أيضا نرى حاليا صعود النجم الشاب أمير يزداني ابن عم رضا وأحد أقرباء حسن البعيدين. ولكن بدون شك فإن أبرز ما أنجبت هذه المدينة هو حسن يزداني، المولود في 26 من ديسمبر عام 94. وقد أدخله والده علي المصارع إلى المصارعة منذ الصغر، واكتشف في سن 11 أن هذا الفتى يمتلك موهبة وسيكون له مستقبل مزدهر في هذه الرياضة. في بطولة العالم للأشبال في عام 2011 ظهر حسن الصغير إلى الساحة العالمية، حيث في نهائي 50 كيلوغرام تلقى هزيمة مؤلمة على يد الداغستاني غازي مراد رشيدوف. وقد أصبح غازي في المستقبل بطل عالمي في عام 2019، وحصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في عام 2020. ورغم ظهور علامات الحزن على هذا الشاب الصغير، لم تمنعه هذه الهزيمة من متابعة السير، بل على العكس تماما، فبعد 3 أعوام في بطولة العالم للناشئين ممثلا المنتخب الإيراني، وصل حسن إلى نهائي 66 كيلوغرام، واحذروا من كان خصمه في هذه المواجهة، نجم بيلاتور الحالي أرون بيكو. وبعد هجمة أولى صدها أرون، نجح حسن في المحاولة الثانية. ورغم معادلة بيكو النتيجة مباشرة، غزا حسن القواعد الأمريكية.
وأصبح للمرة الأولى في مسيرته بطل العالم للناشئين في وزن 66 كيلوغرام. وفي نهاية هذا العام كان قد انتقل من منتخب إيران للناشئين إلى المنتخب الأول للبالغين في وزن 70 كيلوغرام، وممثلاً إيران بدأ بحصد الميداليات في البطولات الرسمية محلياً وعالمياً. وفي يونيو من عام 2015 شارك حسن للمرة الأولى في بطولة إيران المؤهلة إلى بطولة العالم، وكان يسعى لسرقة مقعد 70 كيلوغرام، وقد تمكن حسن في هذه البطولة بعد أن تلاعب بالجميع بدون تلقي نقطة واحدة من الوصول إلى النهائي لمواجهة البطل العالمي والأسطورة الإيرانية مهدي تاغافي. وبعد مرور 6 دقائق واقتراب انتهاء النزال كان حسن منهزماً 4 نقاط مقابل 2. ولكن عزيمة هذا المحارب أدت إلى إسقاطه مهدي واكتسابه 4 نقاط. وقد حرم مهدي من المشاركة في لاس فيغاس ليصبح أسد جويبار ممثل منتخب إيران في البطولة العالمية. الثاني عشر من سبتمبر 2015 بطولة العالم في لاس فيغاس، شارك حسن للمرة الأولى كبالغ في هذا المحفل العالمي، وبعد انتصاره بسهولة بالغة في أول 4 نزالات وصل حسن إلى نهائي 70 كيلوغرام، وكان رصيده الاحترافي في المصارعة حتى تلك اللحظة 28 انتصار بدون أي هزيمة. وفي نهائي بطولة العالم كان بانتظاره أحد أعلام المصارعة الدغستانية المكينة محمد رسول غازي محمدوف، الذي أذاقه براعة المدرسة الدغستانية العريقة. Yazdani might go for a ride here. He's going to try to go the inside trip, trip that leg. Yazdani has his work cut out. He's down 4-0, wow. Makes an attempt at counter. وأعطاه محمد هنا أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية. وفي أغسطس من عام 2016 انطلقت أولمبياد ريو دي جانيرو، وكان حسن في أول محفل أولمبي له ممثلا إيران في وزن 74. Jordan Burroughs going for his second Olympic medal he won in London. I watched that match about once a week. That's some tough competition. Nothing he should be too terribly concerned about. Starting off with Anwar Gadoyev, the Russian. Is he juicing? Maybe. And then the one the Iranian fans love has hooks for days. Kid loves to push you out, loves to move you around. He wrestled Aaron Pico a few years ago at Worlds, but I don't think he's ready for the goat. وفي دور 16 تواجه مع الهايتي أسناك كاستيلي، ولحسن حظ حسن كان جوردن بوروز في الناحية الأخرى من الفئة، وبكل سهولة مسح به حسن البساط 10 نقاط مقابل لا شيء. وانتقل إلى ربع النهائي حيث سحق التركي سونير ديمرتاس 7 نقاط مقابل لا شيء. أما في الناحية الأخرى في ربع النهائي الأول كانت قد حصلت الفاجعة عند خروج بوروز على يد الشركسي أنوار غودوييف في نزال قريب للغاية. وفي نصف النهائي في مواجهة مع الكازاخستاني غاليمزان أوزربايف تلاعب به حسن وسحقه 10 نقاط مقابل لا شيء.
ووصل إلى نهائي الأولمبيات بدون تلقي أي نقطة. أما في النصف النهائي الآخر فبعد نزال مرهق آخر تغلب الشركسي على خصمه الأوزبكستاني بشق الأنفس، وحان الوقت لنهائي 74 في أولمبياد ريو دي جانيرو. وفي أول 40 ثانية تم إسقاط يزداني، ومباشرة بعدها أسقطه الشركسي مرة أخرى. لتتقدم روسيا على إيران 4 نقاط مقابل لا شيء، وبعد وقفة طويلة لمسح الدماء من على وجه الشركسي عاد إلى المصارعة وزاد أنور الفارق إلى 6 نقاط مقابل لا شيء. وانتهى الشوط الأول وحسن يشعر بأن حلمه الأولمبي قد شارف على الانتهاء. وبعد تعليمات الأسطورة رسول خادم افتتح حسن الشوط الثاني بحركة إسقاط جميلة، وقلص الفارق إلى 4 نقاط، أتبعها مباشرة بإسقاط سلس آخر، وقلص الفارق إلى 2 نقطة. وبعد تبقي 30 ثانية فقط رمى حسن المحاولة الأخيرة بشق الأنفس، لكن دفاعات أنور كانت قوية. ولكن أسد جويبار لم يتوقف عن التقدم، وفي آخر 15 ثانية عدل النتيجة وجن جنون الجماهير الإيرانية. وبسبب امتلاك حسن لأفضلية انتصر في هذا النزال وأصبح البطل الأولمبي لوزن 74.